حلقة جديدة ويوم جديد، وبنرحب بحضراتكم وبنرحب بجمانة. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير عليك يا حسام، صباح الخير على كل مشاهدينا، وحلقة جديدة إن شاء الله النهاردة كمان الجمعة، جمعة مباركة على حضراتكم جميعا. وزي ما احنا متعودين بيكون معانا سؤال حلقة، سؤال حلقة النهاردة هو إيه أحسن كتاب قريته؟ إيه أحسن كتاب قريته حسام؟ والله الموضوع ده صعب، عارفة كلهم أولادي. بس لو قسمنا الموضوع لشقين، يعني في شق معرفة كده شوية، في كتاب الأستاذ العظيم فراس سواح اسمه مغامرة العقل الأولى، بيتكلم يعني هو تقدري تقولي نوع من أو شكل من أشكال الدراسة المقارنة للأساطير بتاعة دول أو الحضارات اللي كانت موجودة في سوريا القديمة والعراق، الكلدانيين والمسماريين وأساطير بدء الخليقة، دراسة مقارنة يعني كده في الحضارات وبداية الخلق وإزاي كانوا ينظروا لبداية الخلق وكيف كان أهل هذه المنطقة في آسيا والكنعانيين وكل الحضارات اللي كانت موجودة في الوقت ده كانوا بيفكروا إزاي أو بيشوفوا حياتهم ابتدت إزاي، إيه الآلهة اللي كانت عندهم وما يقابلها من آلهة. مثلاً في بعض الفصول في هذا الكتاب كان بيقارن برضو بالحضارة المصرية القديمة، فده كان كتاب عظيم جداً. أنا يعني بحب التاريخ والأساطير، هذا كتاب عظيم ومجموعة، اسمح لي أستعيره منك. جداً جداً، هو يعني كتاب قد كده وجزء من مجموعة كبيرة جداً. طبعاً كل شغل فراس سواح الأستاذ العظيم ورا بعض. أما إذا رحنا للرواية، فأنا في رأيي أعظم رواية أنا قريتها، يعني في ناس ممكن تتفق وناس ممكن تختلف، موسم الهجرة إلى الشمال للروائي الأديب العظيم السوداني طيب صالح، دي عظيمة جدا جدا. يعني أنا طول الوقت بفتكر لما كانوا بيوصفوا البيت بتاعه بعد ما مات والأوضة بتاعت المكتب وهم بيفتحوها والشمس داخلة في البخور، فأنا شميت ريحة البخور وأنا بقرأ وشفت المكتبة والأوضة، حاجة تانية عظيمة. أنا بالنسبة لي سر تقدم الأمم جوستاف لوبون، أنا الكتاب ده مفيد جدا وبحبه جدا، دي حقيقة. ولو هنتكلم بقى شوية كمان عن الرواية زي ما أنت قلت، أنا بالنسبة لي قواعد العشق الأربعون ده، أنا الكتاب ده أنا بحبه، يعني أنا قريته مثلا أكتر من 3 مرات حقيقة. أنا بحب الكتاب ده جدا، يعني طيب. في كده وصف، أنا ما قريتوش الكتاب على فكرة، لا أنصحك تقراه حقيقي، يعني في شكل كده بسيط، عارف أحيانا بنحب نعرف شكل كده لعلاقة الإنسان بربه، الشكل بقى يعني عارف المقرب اللطيف البسيط ده. لا المشكلة إن في ناس فاكرة قواعد العشق الأربعين دول اللي هو إزاي واحد بيحب حبيبته، قواعد لا 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 العشق الأربعين يعني، والناس بقى وفي ناس بقى عارفة اللي هو أنا قريت كتاب كده لا ويبتدوا بقى يتغزلوا إن هم يعني الحب وما أعرفش، هو ما قراش الكتاب قواعد العشق الأربعين. أما بقى سر تقدم الأمم فهو شوية بيتكلم برضو عن إزاي كيف تولد الأمم وكيف تموت الأمم وأخلاق الأمم الأولية والثانوية وإزاي بتؤثر فيها وقصة كده شوية. إنما الأمم والأخلاق ما هم قالش كده. أيوة. إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. طيب على أي حال دي الكتب اللي أنا وحسام قريناها وشايفين إن هي أحسن كتب قريناها بالنسبة لنا، أنتوا بقى كمان قولنا إيه أحسن كتب قريتوها، ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، وأكيد مستنيين إجابات حضراتكم اللي هستعرضها في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا، جمعة مباركة، صباح الخير يا مصر.